يا ولدي يا صريخ اجي هنا خلينا نحكي معاهم. يا صريخ انا شاكيه بكم الربي، شاكيه بكم سيدنا محمد، ونتمنى من ربي ما نعرفش روحي واش ندخل، انا مش نحاسبكم، رجعوها دبي. علاه ما رجعوهاش دبي؟ وشنو هي ناقصه؟ ما شاء الله عليكم، راكم انتوما غادي وكفاءات ما شاء الله، عيش بنتي، راهو وصلنا النيفو باهي، راهو الله وحده، راهو تعرفش يحبوا علينا، على خاطر احنا نجحنا التوانسه، يحبوا يكسرونا، لكن معنا ربي سبحانه وتعالى. القوريه فرنساويه طالعه معايا، طلعت معايا مروحه وقت المره الاخرى عندها عام تو. اقسم بالله اول مره جيت قالت اولا لا كوم لي سال لا تونيزي، ما نكذبش عليك ما نجمش نسكت، ما سكتلهاش خاطر انا عندي باسبور فرنساوي. اقسم بالله وبالقسم يا كاينك حطيتيني، اقسم بالله وبالقسم كانك حطيتيني منجر ولا ولها مرسيره يا مسخه. اقسم بالله كاينك حطيتيني، اقسم بالله وبالقسم كانك حطيتيني منجر ولا ولها مرسيره يا مسخه. سيادتك مواطنة بالخارج، جيتنا لبرنامجنا، قلت عندك مجموعة من الملاحظات تمثلك انت وتمثل ايضا مواطنينا بالخارج اللي يتشكيو من برشا حاجات. تروحوا كل عام لبلادكم، تجيبوا في العمله الصعبه لبلادكم، تنهضوا باقتصاد بلادكم، لكن عندكم مجموعه من الملاحظات او الاشكاليات. تفضل قد منا روحك، وين تعيش وشنو اهم الاشكاليات؟ انا توا بدلت روحي اسمي ديامونتا، خاطر نقعد ديامونتا وانا ديامونتا الحق نتاع ربي بصراحه. اول حاجه عيدكم مبروك الشعب التونسي كامل، وعلى راسهم نقولها خاطر اختي هذه هي، على راسهم قيس سعيد رئيس قيس سعيد، تحيه حب واحترام ليك وتحية للمدام نتاعك، وبالحق السيدة الأولى. أنا مش نقول هنا ما يسالش تو نتعلموا، هما مازال ما يعرفوش سيد رئيس قيس سعيد شنو يعمل، خلي مش مشكل. أنا باش نقول حاجة، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من كان سبب في دمار تونس. باهي احنا رانا بقيمتنا، سيد الرئيس قيس سعيد انا عمناه الوقت عملت انا وقت عملت وقت ولدي عام باك، وقت نجح الباك جيت وتكلمت وقلت راهم يا ناس راهي تونس تهز في الاقتصاد، ماهوش سياحي، السياحي تعرفش يعمل لك، السياحي يدخل لك ب 100 يورو، سياحي يدخل لك ب 100 يورو وهم في الوقت اللي يسرقوا برا امشي اعملوا كنترول ويطلع كلامي غلط. انا موجوده موجوده ونعطي اسم نتاعي ونعطي اللقب نتاعي، باهي نمشيو احنا جاو احنا تو. انا كنت في الاسواق 6 تاع الصباح، صدقوني تو عندي 3 ايام نمشي عليه، وانا كنت جاي نترقب فيكم، وعندي ميساج اخر خاطر جماعه الوطن من الخارج قالوا تكلم، دخلت اقسم بالله وبالقسم انا راني بنت الزهروني وبنت منوبه، تصوروني معناها هكا يا ولدي. قلت انا باش نشري يدخل في السياح يخرج في مش حتى علي انا بركه، يغلوا علينا هذه شلاكه، انا ديما ناخذ شلاك هي ب 20 دينار، باهي يغلوا علينا ب 28. شو نقول لك حاجه، احنا هاو قدام سيد قيس سعيد، يا قيس سعيد رئيس قيس سعيد، انا باش نقول حاجه، نظف لك السريق، نظف لك السريق. علاش؟ كتنظف لي السريق وقتها احنا ما نمدوش يدينا، مواطي بالخارج احنا كتف يهز وكتف يجيب، وانت شكون؟ انت بنتي وهذاك ولدي، صح ولا مش صح يا شغل؟ علاه ما تعملناش قيمه؟ يغلوا علينا في المعيشه. اقسموا بالله حتى الحارس الحمام خذت فينا باي، وراس قدرك بنتي راك مدى ديك الحنه، اسمعني وراس قدرك او تو تشوف حتى ولادنا مساكنه امشي معايا المطار. علاش ما تعملوش لايف في المطار واحنا داخلين واحنا خارجين؟ يصير اخزر لي تو المعاملات تاع الديوان الحق نتاع ربي. تحيه قيس سعيد كي هبطنا البرديه، تحيه شكر شكر المطار المره هذه فرحوا بنا. اما انا راني مش ما نجيش بالباسبور، جيت باسبور احمر، ديما نجيب باسبور اخضر، تو بدلت باسبور احمر بحكم انا عندي مشكله في 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 صحتي، لعبوا لي على اعصابي وقتها وكانت عندي مشكله، باعوا لي البلاستي في الوتيل انا ولدي، فرحانه بولدي دخلته على نهاري في الوتيل، ولوا بالباسبور الاحمر البوليسيه يرحم والديك ووالدي وانا اخواتي امنين، ما نحبش نحكي على اخواتي، والله وراس قدرك في اذاعه اسماء ضربوني على يدي وشكيت بهم الربي. بعد قالوا لي مدام عندك باسبور احمر، هاك باسبور، صدقني منعني باسبور احمر وكان يكذب عليكم، انا نعطيك الاسم واللقب ويطلع كلامي غلط، انتم حاسبوني. هذه حاجه. الحاجه الثانيه توا في الديوان، نحكي على الديوانه، الديوانه نتاع البورت انا ما نعرفش، اما كي جينا صلي على النبي رايدين معانا ما يعيطوش، دخلنا خرجنا في ساعه. هذه ان شاء الله تقعد هكا تحيه تحب واحترام، قلت عليها انا عم ناول وسيد قيس سعيد تحيه ليك، هو شكرنا. هذه حاجه الاولى. تحسن بارك الله فيه. اما في الباتو عايش بنتي انا ما نعرفش، خاطر انا كنت نجي بعد شويه بعد امي تحت، جيت بس جيت في نهار وليله. ثم حاجه اخرى، البي الله يرحم والديكم، والله غاليه البي، والله عايش اختي. اجي نقول لك، اجي نحكي لكم حاجه، انا كلمه الحق خاطر باش نموت وحدي، انا امراه كارتا اونديكابي وربي في ولادي وحدي، اسمعني انا نحكي على روحي ونحكي على الناس الاخرين، والله خذيت البي اللي في الليل
في البنت خذتها لي في اليوم الغدوه، جايه بمصروفي قد قد لين ولدي خليته والله العظيم حاس ولدي ما نجمش، قلت خلي تو نزيد شويه في سبتمبر، علاه نجيو في سبتمبر؟ علاش ما نجيوش لهنا؟ عايشك اجوا ثم ناس لاباس عليها، وعلاش ما نعملوش مع القنصل التونسي؟ القنصل التونسي يعرف الدنيا الكل. القنصل التونسي باش نقول حاجه عليه، سيد قيس سعيد نحبك حل عينيك على القنصل في تونس غادي كجالي غادي، خاطر القنصل انا نسكن في فرنسا، خاطر هما القنصليين شو يعملوا؟ القنصليين مفروض انت تعرف قداش احنا نخلصوا، وتعرف شهريتنا قد يعرف كل شيء، انت البيلي يخلص في 5 ملايين معناها 5000 يورو غادي و 4000 يورو، وزيد يخلص الكريم معناها كل اكثر معناها تزيد شهريته باهيه قويه، شهريته 2000 يورو 2500 راه مسكين مانيش يعمل شيء. نقول لك حاجه كل شيء كان عازم اما يكون عنده صغار وينحي الكري يعني انا تو نخلص في الكري 550 ما عادش عندي لاكاف نخلص مع تو يعايروا فيا بلاكاف تعايروا فينا بلاكاف صلوا على سيدنا محمد انا عندي صحه انا خدمت هنا اللي ما عندوش صحه اش يعمل كان انتم اخي تو تقولوا لاكاف هاو تونس يا تونس اعملنا لاكاف وعملنا كل وخلي الناس الكل تخلص وخلي الناس الكل زامبو يخلصوا كل زامبو يعملنا سيستيم عايش اختي احنا بلاد مسلمه مفروض البلاد مسلمه عايش بنتي يعملوا لنا كيما نقولوا احنا نظام عايش بنتي وراس بنتي وراس بنتي كل شيء كبدا عنده كفلوس تو كيما تو تو امي شات تشرب علوش قال لها واحد ملا علوش تحت تصور انت الرجال الكل قعدوا بيبكوا عليها امي صبحت بالكوش صدقني امي تمشي لاباس عليها صبحت بالكوش ماهوش معقول عايش اختي الغاليه يرحم والديكم باهي ما عليناش خلينا من هذيك وجينا وقسم بالله وبالقسم بالقسم بالقسم يا جيت خلف من الاسواق الداخله خارجه لا مشينا لوتين لا معناها بطنا ذو ما تنجموش خاطر احنا باش نلموا قلنا نروحوا معناها اخر اوت شويه معناها فهمت ونقعد شهر شهرين وشهر ونص سا ديبون كل واحد كيفاش راهو اللي عنده ما ينجموش العباد راهي تمشي علاه تخلوا فيهم تمشي المغرب علاش تخلوا فيهم يسافروا مادام تونس مستحقه علاش ما نعملوش نظام يا ولدي يا سريق اجا هنا خلينا نحكي معاهم يا سريق انا شاكية بكم ربي وشاكية بكم سيدنا محمد ونتمنى من ربي ما نعرفش روحي مش ندخل انا مش نحاسبكم خاطر اجا نقول لك انتم عملتوا دستور راس بنتي الدستور عملتوه للمركنتية ما عملتوهوش لنا نحن دستور ما عملتوهوش للمعاقين ما عملتوهوش للهجاجل ما عملتوهوش الراجل اللي عنده وليداته ما نجمش يوصل باش يقرا راك اسمع علاش احنا نغطوا الغربال بالشمس انتم قريتوا توا الزطله والدنيا والمشاكل هذه الكل مناش يا اخي شكون قاعد يوزع فيها توزعوا فيها انتم الروس الكبار توزعوا فيها لجماعه الصغار لجماعه الحوم الشعبيه اللي هي حوم الشعبيه راهي ما جابتش كان الفصيد حوم الشعبيه راهي جابت رجال راهو جابت كورجيين عايش بنتي راكم قارين وتفهموا راهو جايبين ناس الظلم ظلمات يوم القيامه انا متحسرت ربي مش يحاسبني انا مش يحاسبني على قلبي مش يحاسبني كل تصور راعونا شوية أنتوما شوية نحنا حاجة ثانية توا المعاملات إن شاء الله المعاملات في الإدارة تتبدل هاي بدأت توا في الديوانة ما شاء الله نتاع المطار مازلت ما نعرفش الديوانة نتاع البطل هذه إن شاء الله يا ربي خاطر سيد قيس سعيد مشي في المطار وحكى علينا وشكرنا تحية حب واحترام ليك وسلم الأم اللي جابتك في قرايتك وسلم كل راجل تونسي حر اللي حقه سرقوه له مرأة ولا راجل تحية حب واحترام نساء وبلادي نساء ونص نشرفوا بهم زادة وحاجة أخرى حتى الراجل يا سيد الرجال يلي خدمت يلي ما كنتش الرشوة يلي باهي يلي عملت يلي 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 جبتها على علاقة جبينك تبكي على تونس أنت راجل أنت شهيد الوطن وهو حيرة في بالك حاجه راهو الشهداء مش تحت الوحده وتحيه للشهداء اللي كانت علاش اختي العزيز نحن سيستيم رايد من غير غش ما عادش نطيحوا القدر ببعضنا حلونا الديوانه خلينا نجيو حلونا ما يصيرش جايبين حاجه معناها سهلوا المواطنين بالخارج راهم هما اتضح بالدليل القاطع انهم السنه هما اللي ساهموا في دوران العجله الاقتصاديه رخصوا لهم شويه ما يصيرش في الليبيا ما تخليوش الناس لهنا يستغلوهم لا انا نعرف ناس لاباس عليها ترخصوا للناس اللي عندهم لا اش لا عندهم الاعاقه اللي عندهم ما تسمحش لرجالهم يصرفوا على ماتهم اما كي يبداو اختي عاد اختي العزيزه تسمحني يبداو هابطين ديريكت 5 طوال و 4 طوال وتجي انت الواحد ولد الحومه عايش اختي يرحم والديك سامحني ماهوش معقول عايش اختي هو كي يروح حوايج وحاله معني تي احنا دبوس الشامبو يبيعوا هنا بالدوبل روح عاملين فينا روح اجي عايش بنتي نمشي انا وقتها ولا سويقه ابعد انت عليك بالله ما ديك للحنه روح قدام شاده من الدين برك وما تهمكش في خليقتي انا شني لابسه امشي معايا وشوف المعاملات خايب راهو يزينا من الاهانه عايش بنتي تو انا ولدي ولا ولدك هابطين من المطار 19 سنه عمره تمزملوا فينا تو هذا كلام عايش بنتي تو حتى في الاداره نحو نقصوا من هذا وخرجوها دبي علاه ما رجعوهاش دبي وشنو هي ناقصه ما شاء الله عليكم راكم انتوما غادي وكفاءات ما شاء الله عايش بنتي راهو سن النيفو باهي راهو والله حتى راهو تعرف يحبوا علينا على خاطر احنا نجحنا التوانسه
يحبوا يكسرونا، لكن معنا ربي سبحانه وتعالى. ان شاء الله نحاولوا يقعد سيد الرئيس قاعده كما نعرف هنا، يقعد مع مع الطبقه هذيك، ينظف لنا البلاد من الزطره، ينظف لنا البلاد من كل شيء، على خاطر الناس اللي لاباس عليهم هذوما عندهم باسبور دبلوماسي، يعمل حاجه ناقص كي غادي، ولد ما ولد اخسر. ولد نصر يعمل زطه ويعمل يخرجوا شكون وشكون وفلوسه فوق الطاوله وشيخ وناصب. عايش اختي الغالي والاخرى امه تبدا صلي على النبي، احشموا شويه روح ثم ربي. مثال شكون تحب تاكل اجي برجله قول ما عنديش، تحب تاكل اجي برجله قولي ما عنديش. حتى في الاداره نعرف انا موظفين وما نجموش يوصلوا، نعرف معلمين كيف كيف، نحكي توا باش نرجعوا توا نمشيو اخت توا نعطيت شويه حوصله. المعلمين علاش ما تعملوش توا المعلمين ولا القيمه نتاعهم تحت؟ علاش الشباب ولا تسب في المعلمين؟ لا ما عادش نعملوا نظام، نقولوا نعملوا نظام في الادارات، نظام في الديوان، نظام نظام نظام، وهكاك يولي انت تربح انا نربح، انت تاكل انا ناكل، انت ولد بلادي راهو، انا ماذا بيا نروح لتونس، خلي ما نروح علاش ماشي الغادي؟ اخي انا باش نمشي، انا في اوروبا، ماشي المغرب، نمشي نهارين ثلاثه مش نعمل بها انا المغرب، وانا عندي امي واخواتي وعندي عائلتي وعندي جيراني وعندي حبايبي وعندي، فهمت؟ مش كيف كيف، تحس روحك ديما وحدك. فهمت توا ماكش انت جون توا كيما هذايا باش يخرج يعمل دوره يحب يدور العالم، ما نعرفش نعمل بها انا باش ندور العالم، ما ندورش انا العالم ها هو نتاعي العالم، العالم اقسم بالله وبالقسم مانيش نكذب عليك نشوف باسبوراتي نبدا نلم بالقلوب عليه يا رسول الله، انا مانيش انانيه، الناس الكل تحب تحكي على روحها لا انا نحكي عليك انت ونحكي على روحي، نحكي عليك انت ونحكي على روحي، يعني نحكوا على غادي احنا زوز مربوطين بعضنا، ما عادش يسبونا هما ونحن ما عادش نسبوهم، شوف جماعه موتي بالخارج انتم ما عادش تسبوا وانتم لهنا ما عادش تسبونا وتعايرونا، خاطر احنا هذين اقتصاد وراهو اللحم كنتن اللي يهم عليه. به ثم حاجه اخرى سيد قيس سعيد الله يرحم والديك، القنصل الطالبه من القنصل نتاع ليون ولا نتاع فرنسا ولا نتاع اوروبا الكل، عايشكم معهم، كي يبدا طفل ضايع علاش ما تلوجوش عليه؟ علاه عايشك يرحم والديك تبدا والله التيك توك ايه توا التيك توك قالوا بربي ولدي ضايع عايش بنتي انت عليه ما القنصل ايش قاعد تعمل انت يا قنصل على كل ما وجهك. اسمع يا قنصل انا راني قلبي معبي عليك قنصليه الكل انا مش نحكي كل تحيه في اليوم القنصليه اللي الحق نتاع ربي نحكيش على القنصل قص ما نعرفوش بكدا اما نعرف الانتوراج الاخرين محليهم يا محرز يعطيك ما تتمنى الله يرحم والديكم ولد حومتي هذيك راجل سيد رجيل صحيت يا راجل بر يعطيك ما تتمنى حتى ثم اولاد في القنصليه ثم نساز هذا محليهم في القنصليه المعامله بدات شويه كبس على القنصل شويه كبس القنصل ما يجيش يقعد في كرسي ويقعد اخرج اخرج احكي معايا انا كما انت خرجت ما خرجت خرج الناس معاك خلينا نحكم طيب الخارج على مثلا ضياع على ولدك حرقه وما لقيتوش على مثلا موتنا برشا حاجات عايشه اختي الغاليه وانت زاد هنا كيف كيف ونحاولوا اعملوا لنا احنا علاش ما تلموناش خويا لموا جماعه حطونا مثلا في بيرو مضخمه كيما هكا ومع سيد قيس سعيد علاش بنتي صح ولا مش صح؟ حاجه اخرى هذه ما ننساهاش القورية فرنساوية طلعت معايا مروحة وقت المرة الأخرى عندها عام تو أقسم بالله أول مرة جيت قالت أولا لا كوم لي سال لا تونيزي ما نكذبش عليك ما نجمش نسكت سكت لهاش خاطر أنا عندي باسبور فرنساوي أقسم بالله وبالقسم يا كاينك حطيتيني أقسم بالله وبالقسم كانك حطيتيني منجر ولا ولها مرسيرة يا مسخة علاش فرنسا نظيفة برشا؟ أقسم بالله مش نظيفة برشا مرسيرة فيها اليوم باهية في اليوم ولا في بقايا آخرين أقسم بالله وبالقسم يا بنيتي راهي أقسم بالله هاو معايا يا تقولي ضربتني أنا هل علاش جيت جيت باش نقول لكم يا سيد قيس سعيد نعرف الزبلة مش كحشاكم أنتم تلوحوا فيها نعرف الكل علاش ليه؟ علاش النصر يكون نظيف وهذا ليه؟ نولوا شنو نعملوا؟ عقبهم عامل لنا ماندا أي يا سيدي اللي لو حاجة ب 10000 هاك ال 10000 هذيك شنو نعملوا سيد قيس سعيد؟ ال 10000 هذيك نزيدوا عليها لتونس نحاولوا وكل والي اللي قاعد هذاك كل والي قاعد اسمع سيد قيس سعيد كان تحطني في مجلس النواب والله ما نكتف سامحني تحب الحق ونساه هذوكم خاطر انانيين خاطر مش قاعدين يحكيوا لهم هما بحل الباب حتى انا من حقي انا باش تحس تخمم عليا ومن حقي انت باش تخمم عليا وانا سيد قيس سعيد ان شاء الله ينتخبوك ولا انت باش ينتخبوا الناس الكل باش تنتخبك راهي تحبك تموت عليك انا ذي باش نقولها له خاطر راجل صالح حاجه اخرى انا نقول لك نحب انا في المستشفى نحب الكرني ماذا بينا تعمل كرني للناس الكل يا سيد قيس سعيد عملنا كرني للناس الكل واحنا مواطنين بالخارج واحنا والكل والمساحه الكل نخلصوا احنا ما يصيرش نخلصوهم وهكاك يولي الناس الكل تولي شويه 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 الناس الكل وعلاش ليه؟ ان شاء الله اليوم كيما اليوم احنا نبكيو ان شاء الله غدوه نزغرت لبنتي ونزغرت لتونس نشوفها وتونس تقعد فوق الراس عاش سنه لا عاش من خانها وعاش
من لم يخونها واعطاه دم وقلبه. تحية حب واحترام لكل راجل تونسي، وتحية حب واحترام لكل امرأة فحلة وكل كبير وصغير اللي يحبوا تونس بالقلب والملاء. تحية لكم انتوما، بارك الله فيكم. عايش. 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 عايش.